ساكن تما من 70 بقينا تما ساكنين واحد الوقيته وعدونا باش يديروا لنا عدد الهيكلة بعد ما عطاونا داك الاعلام ديالهم بقينا كنتسناو اليوم يعطونا عدد الهيكلة اليوم غدا واحد شويه ولاو كيهدونا باش باغين يحولونا حنا من تما ودونا لواحد البلاصه كيقول لها العزوزيه ديك العزوزيه بغاو يجيبونا حدا الواد الحار هو المنادي الحقيقي ديالنا دابا حنا كنطالبوا بانه وعدونا باش يديروا لنا عدد الهيكله كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو هذاك المحضر اللي مسانين لينا معترفه به العامل وقائد اركان الحرب العامه ديال منطقه مراكش تنفذ لينا هادشي اللي كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو هما شنو قالوا لكم تعويض الاعدام وكيجيو عندنا الشفاره كيقول لك 6 المليون والساس شحال بعدها في الساس 50 متر الى كان المغريده ما تلقى في الدور واش هذا ماشي منكر باش تبني باش تبني وخارج العربيه والدوله بعدا فين كاين الناموس كيوزن كيلو الواد الحار والوسخ حنا ما خارجين من مراكش حنا ما خارجين بين القشالي حتى تقوم الدنيا انا بعدا والله ما خارجين الا كان شي وطني الحرار حنا نبقاو تما علاش دوار لكم عطاو لهم جوج سيسان صحابي اللي خلطت الماشينه عطا لهم جوج سيسان 120 حنا 6 المليون تعويض كيقولوا مره غنعطيوكم 6 مره غنعطيوكم 15 ياك ملي كيجيو المتر كيقول لك تاخذ 60 متر 60 متر واش قاده ليها انا غادي نسكن انا في 60 متر مثال عندنا ولادنا واش ولادنا نسمحوا بهم يتشردوا ما يمكنش 60 متر وما قادناش هذا هو السؤال اللي باغي نوجه لصاحب الجلاله الله ينصرو شنو كطلب دابا انت من هذا كنطلبوا عدد الهيكله في البلاصه في الموقع اللي شادين حنا هادشي اللي كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو حينا قرو بين القشاري كلها مراكش شوف اسمع هاد الكواخ ماشي سوقي انا راه عايش تما 40 عام كنقول لك الحق ما تقول لي هذا الكوارت ولا هذا شوف حنا عايشين في مراكش بين القشالي واش اللي عنده 20000 واش العيالات خلي عليا واش العيالات عندهم 9000 10000 وكتجي 4000 5000 ديال الضو باش نبنيو واش ناكلو وهذوك الدراري اللي عنده 8 دراري 7 واش 6 المليون ها ماشي المنكر ديال هادو ها باش غناكلو باش غنعيشو حنا نعيشو تما في مرة في القشالي حتى تقوم الدنيا يقولوا قالها لي واحد الشيباني انا شوف الا ما بغاونا صحابي التقاعد يحلوا تازمامات يديونا يهزونا في الطياره يسدوا علينا واش 16000 ريال واسدوا علينا خلينا نهضر شوف الا جينا تقلل عليهم تقلل على هذه الدوله على يشوف شي حبس خاوي يجمعنا كلشي يديونا في الطياره ولا يلوحونا في البحر باش يتهناو هما يتبرعوا شكون كيدخل المشروبات شكون واش انا كيدخلوا من الوزاره البنات حشان الدراري كيتحشوا كلشي كيتحشش واش حنا اللي دخلناهم ها حتى خرجوا الدراري العقل خرجوا العيالات العقل والمراه كبيره كتكلي واش هذا الشباب هذا الخلا فين مشى الفور فين مشات للصحراء انا كنهضر معاك ما كنت سنتي عند هادو ولا نخاف منهم الشباب انا كنقول لك الحق بحال ولدي شوف حنا بالقشالي حنا ما خارجين من تما حنا ما خارجين بغا يديروا بحال سوريا نتزلعوا بسم الله والله ما خارجين من تما والله الا ما عطاونا الحقوق ديالنا دوار لكم واحد دوار لكم عطاو لهم جوج سيسان
واحد دوار الحرش واحد الزيتون صحابي القنيطره القنطره ديال الماشينه عطا لهم جوج سيسان فاكيوت و120 الف حنا قالك 6 مليون واش تاكل المراه واش تاكل واش ياكل الدراري الدري كياكل جوج خبزه زادوا في المعيشه زادوا في السكر زادوا في البوطاج زادوا في كلشي وهادو كيتبرعوا في الرزق ديال الناس حابين يتقاعدوا والله يعد عليك الله يخطيك الله يكمل بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم الحسن من التنسيقيه الحرة لمدينة مراكش أحيي هذا المتقاعدين الشرفاء وأرامل الشهداء وأصحاب دي جي المطرودين تأسفا وأحيي جميع مشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية يوم 29/1/2020 باسمي واسم الساكنة المراكشية أنوب عليهم على السكن بالأخص السكن العسكري المراكشي والسكن العسكري عامة في المغرب من طنجة إلى القويرة وبالأخص السكن العسكري المراكشي له قوانين لتسليم المساكن لأهلها عندنا تسليم ديال الملك محمد السادس نصره الله القانون 26/42/2001 وعندنا المحضر الموقع من طرف والي الجهة والكولونيل ماجور قائد الحامية العسكرية ديال مراكش ما تفعلش معنا دابا نطالب وناشد صاحب الجلالة أن ينظر إلى هذه الوثيقتين الرسميتين أن يتفعلوا لساكني هذه المنازل وأتمنى الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى هذه الشريحة وأن يوفق لما فيه الخير وحبه والسلام عليكم أخوكم الحسن من مراكش.